السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم حبيبي في الله. اليوم فيديو جديد على قناتكم قناة نفطي تاك. راح نديرو بلاي جيم على جاست كوز، جاست كوز 4 اللي يعرفهاش، لعبة مشهورة جدا جدا. بون، راح نبداو اليوم فيديو مع الإعصار. هذا الإعصار اللي راح نشوفوه باللي أثار الحدث على اللعبة، على كل حال روعة جدا. شاهدوا كيف أن ريكو رودريغيز لا يضيع فرصه، يستمتع بالاعصار فعلا. نعدنا مهمه راح نديروها لهيه، راح نبداو بها. دوك نستلاو شويه صعب الاعصار. اوه سقوط حر، يلا فيه يلا راح يرجع. بون راح نسيي ندخل، سيي ندخل في وسط الاعصار. راسكو نقدر ندخل له في وسطه ولا لا؟ لا محاوله. راح نقدمو ونقدمو نقدمو. اوف لا لا نفس نفسي بدو الفريح يديني طلعنا الفوق. ايوه بدو طلعنا قاع الفوق. ايوه انتنا هاي فتنا من الاعصار، ما نقدر نسمح له داخل لان نكتشف ناس. المهم راح نكمل المهمة تاعنا هذي، ما زوج مهمة غير اثار كبيرة لكل حالة. خلوني شعبك نرجع التحكم شوية صعب على الاثار هذا. ايوه هربنا منه الحمد لله، ذلك راح نكمل المهمة تاعنا. بون المهمة تاعنا هذه الله اعلم راح نستولي على المنطقة هذه باش تولي بصالحنا. امامو نروح لهذيك النقطة، كي نلعبو النقطة امامو يفهمونا واش راح نديرو كل حاجة. نروحو نتابعو. هيا نروحو شوية نزيدو. والله العظيم الريك وهذا دايرين تقول سوبرمان يعني ما يطيحش كله ما يموتش، هو جبارة. فايت على مصنع بريس اوتوموبيل المعمل مجهز باحدث التقنيات، ما فيك تصنع شيء الا بواسطه كمبيوتراته. ايزي لقيت طريقتها. نعم اوكي انت بس وصلني على السيستم. ايوه رح نضغط كميات كبيره على شبكه الطاقه وبعدين بنشوش على الانظمه ونخلي المعمل برات الخدمه. كيف بزيد الحمل على الشبكة؟ اعطونا في الخريطة حاجة. المعمل تم توسيعه عدة مرات، اعطيك كهرباء لكل السيركويات بسد الوقت وتتعطل الشبكة، ولما السيستم يبلش نظام اعادة التشغيل برجع بعطله مرة تانية. الشبكة الكهربائية بالمصلى عن طريق ثلاث فتحات مختلفة لملاعبة الجودة. ايوه اعطانا لقب الكهرباء. ريش دواز سكان نروح نشوف واش السكان ممكن حوايج هذي السكان. واش السكان ركز كيف راح نبدا الاول اللي نبدا هي المباني مسكره منيح في شي سكانر يمكن. اجمالا البويب بتفتح لما تمر السيارات يلي مصرحلة بالدخول، لازم وحدة التحكم تخبرك عن أي سيارة عم تفتش. الله العظيم يا سيدي دي فوي دي النعفيس تغباها. روح ايوه هكا لقط القبضة. ايوه وهيدا عم بفتش على بريسا سول. تلفون دسال ايه سيارة سيدان راح نجيبوها. هذه السيارة هي اللي تخلينا خلاص نروحو. هاي من هي من الرياضة هنا، هذا على كل حال مصنع اوتوموبيل هكا. ايوه مصنع اوتوموبيل مصنع السيارات سيارة سيدان. شوف الشاورون اوه كثير يا بزازة يا ابن عمي. والله العظيم سيدي باغي يدخل منه. هل راح نقدموه؟ لا ما اعتقد السيارة السودان الوحيدة هي هذه الأفضل. سيارة سولفيانتي اونو شو حلوة. نعود نرجع للمكان اللي كنا فيه باش نعملو الميسيون. لازم نرجع، لازم نرجع ديريكت بعد.
أبيع أو عم بيري مترين رح أرش بستغاشة تلعب على الورك طرطني مدين يا بابك هنا السيارات في جاست كوز أسهل طريقة لانفجارهم سيارات جاست كوز ينفجروا ليه ليه ما تعرفش كيف تهبط منها تفجر يقول فيه قنابل موقوتة أما نروح للمنطقة هذه جانا حتى واحد كوز بس روح قدام لا لا بس سيارة رائعة سريعة فعلا ايوه ندخل منه تفتح واو جدر تستار انا يا لك على ضينا اللقطة تستار خطأ ايوه فتحتنا الباب. كل واحد من هالمحولات موارد الطاقة لمناطق مختلفة من المعمل. لازم توصل الطاقة لكل قسم. ايوه لازم نطفيو الاخر. دوكا نشوفو كان نطفيهم. نوصلوك منا منا. نجربو نطلقو. اه. سوقينا نحطو الميكروويت لتحت. على ما اعتقد. كنحطو الميكروويت هذوك اللي تحت. هما اللي شعلو الاخر. ايوه. دوكا نسيو. لازم نديروهم بالترتيب العلماء. كم مصلحتناش هاي طلع الكاميرا ستي طلعي اه شعلنا زو شفت لازمنا في حكاية الترتيب حضرة ايوة ايبون برناهم كل اه دوكا نزيد نروحو للسكانر الاخر اباب الروح النار سكان هاي يزرب الزحي والله العظيم هيا تلك هيا مش هذا يا سيدي اوه امشي يا سيدي هذه هي ايوه انا نشوف وش دمون بين السيارة نروح نجيبوها هيدا عم بفتش على الضمان ده السيارة الضمان ده السيارة أزورة تروح بس أزورة هذي نبالي ما هيش كما هذي وقال الكوبي الله أعلم الكوبي يا لكن راح نشوفه قالوا لنا وين راح كاينة أو على كل حال بعدونا كان عاد الكوبي آخر بعدونا يوسف أو العصار راه لهيه يا خويا داير حالة بقي الحبنة يا لطيف يا لطيف لما اعتقد الاعصار هذا مش طبيعي مازال كاين مهمة وقيلة على زين الاعصار الله اعلم الاعصار هذا كشكون نوقفوه ولا ايوا هم السيارات خيروا واحدة منهم اوو هليكوبتر عاد فيها نشوفوا البيامة ديالها لا تعجب هذه انا شي هذه المدية ازور الله اعلم هذه الزرقاء الأزيرة تروى أيوة فريسيا أزيرة هذي أوب أشوف كثير دير حلا أزرب يالله سيدي الله يتفجر من تلامح من الريح خلينا نروحو وست أيوة تابعوا اللعبة يا أخويا تابعوا مهمة خطيرة فعلا هذي مهمة كان استودع المصنع اسمه ماجيل راح تسينا على البوجيتا الحلو كان لازم نسقموها ولا شنو بابا شنو نديرو كان نطلق عليها البالونات ايوه يتسقم طار الباب تاعها راحت فيها راحت فيها صح بعد ذكا تنفجر على حسين تفجرت 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 اوف شيت هنعاودو المهمة نعاودو المهمة اي
عدنا الاخر راح كلها نروح لهذيك عرفنا الطنابين نروح نزوم منه وخلاص هي هيك الحمرة تسنى فينا هذه ايوه هذه روح يا بليس روح هي سبور لايبر هيا هيا راح تتمزج تزرع واو على كل حال لقطة غبية مني يعني داز راح طلعت في لهو نحت السيارة نبوكا هما الأول ضرب قونا يا صاحبي ما كان ممكن حتى واحد ما كان حتى حاجة أيوة نروحو نروحو منه نروحو منه نروحو منه لننطلق يا إخوان سننتهي بهذه المهمة بأسرع وقت إن شاء الله دوك نكملو معاهم أي روح 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 نكمل الخط الأخضر هذاك الأخضر يدينا في طريق سريع بكل حال قادرين نمشيو بلا خط هذاك كون حافظ الطريق تاع الفرع راي مي هذا باش نضمنو باللي رانا رايحين طريق صحيح ايوا وون دينا الميكروات هذو ضروف لازم نشوفو كيف نديروهم بالترتيب انا مش عارف اسكو من هنا نبداو واش عندنا واحد نقدر عندنا ثلاثة طفانا لا اي نعم قولي عاود راه شعل راه مهمة لازمنا طفانا الاول عاد يطفانا الدوزيام هوب ايوا جات هيا الحمد لله بون زيدو نروحو كيما نقولو للساوث الجنوب كيما نقولو سكانر الجنوبي ساوث سكانر نروحو للساوث سكانر سكانر الجنوبي من هنا إذن عنا والله العظيم لا تير داير حالة في هادي جاست كوز والله لا واعرة صح دير مشكلة بون عطيو مشكلة ما يعطيكش تقمر ولا تتخبى تيري ديريكت في الجوها اه واش دوموندات او دراجة دوموندو علينا دراجة يا اخويا راح نشوفها وين راهي الدراجة هادي دوموندو دراجة اه نروحو تحت وين راح نلقاوها دوكا الدراجة دوكا بعدنا على الكل نعاودو ندخلو للباب هايا نعاودو خرجنا من المنزل نعاودو ندخلو راه الدراجة هي الزحية وين راهي بعيدة قاع كيما هاكا ايوا انفجار اوب ايوا هاهم الدراجة هزو الدراجة تاعك وربعة ما عرفتش بلا وزوج هذه هي الزرقاء على حسابي هاي واحد راح هاي ديمار ديمار اوه اطلع منا يا ودي تحية جاست كوز يا خويا ريكو رودريغيز هيا راح واه هنا ما داروا الناس ال ال صك صك وف اخطا في الجرافيك كاينه نورمال تصفى هنا ما داروا الناس الكوز ايوا هم دارونا ايه كنت نقول ما داروش وما دارونا اي ابا با 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 رحنا 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 ايه بعدنا بزاف يا لطيف يا لطيف الله مشكلة ما وصلنا الان للبلاصة اللي كنا نحوسوا عليها دركا هيا نحاول الباخر فوتنا الفيديو على جال باش ما نطولوش الفيديو هذا مكان وصلنا البلاصه دوك نسيو نديرو منا ولا نديرو هنا في شي غلط حط لي سؤال في زي بس انا على جوا يا رب سكروا البيبان اسمع. يا ربي رويات الكهرباء على الحيطان حدك وبوصلها بالاسلاك كرر لي الباب ترك هذه كوكينا
نجد نطلق الأخرى. المهمة هذه شوية صعبة على كل حال، ولكن راح نجيبوا بها الأولى. نزال هذاك هي انا ما مونتير عليه، قاعد نلعب مثل في هذا. هيا تفجرني افتح الباب. ايوه افتح الدتير ديريك يستناو فينا يا ابن عمي. اقطي عليهم. لا 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 تنهز الموتو. راحت فيها الموتو. نروحو نتبعو البلاصة اللي رانا رايحين لها دركا، نبداو فيها. ايوا راح يكون دركا هنا نعسو الموضوع على حسابو، نقعدو نعسو باش تدخل تترك النظام. ايزي والله شو اسمها هذه. ريكو لاحظت حركة للمقابل الأسود. ايوا الا ما تشوف التفاصيل كيف نجاوح نعطوه. خلونا نعيد هود الأرقام عن جديد. اوكي هيدا اكتبوا لي رايكم في التعليقات، رايكم في الجيم بلاي، هل نعيد نلعبوها ولا نحبسوا السلسلة ديريكت. راني هنا غير في البداية ما بعدش بزاف. شو نقول لك، اذا عجبك الفيديو دير لايك تاعك، لا تنسى اللايك من فضلك، لا تنسى اللايك. واذا كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة يصلك كل جديد من قناتنا قناة نفطي تاعك. هذا ما انا اللي دولابو يا عراضي بعد فيه هليكوبتر ابن عمي سفرت نفطيش. ايوه هي عندنا ديك لي بومب هذوك اللي يديرو مع السلاح. بون بالنسبة لتقييم اللعبة انا والله العظيم جاتني شوية ممتعة فعلا، المتعة راح تستمتع وانت تلعب فيها، ولكن نحسها طويلة بزاف. عندك العالم المفتوح، عندك قدام الحاجة باش بديت نلعبها. حتى نلعب جميل العاب بزاف بزاف. ايزي هيا اليوم الراس يطير، بعد الراس يطير، اللي قدام الراس يطير، الراس يطير، يسموني الراس يطير. هيا اعطيه 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 البيبليس. ابن عمي كراي بيتي زعما. برافو عليك ايزي، بعتقد راح اخذ وحده من هودي بجوله صغيره. زعما هذا راه مدرعين. ايوه كملنا المهمه. هذه هي المهمه تاعنا على كل حال. كملناها. نشكركم على المتابعه يا جماعه الخير اذا كنتم جديدين، ولا تنسوا ضغط الزر لايك اذا اعجبك الفيديو والاشتراك في القناة إذا كنت جديدا، ولا تنسى أيضا تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.